السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، اخر ماكينة في قفطان جوهرة للمناسبات، موديلات اخر ماكينة في الخياطة. نتمنى ينالوا اعجابكم، تاخذوا منهم افكار بالنسبة اللي بغات تخدم قفطان او قميص جوهرة للمناسبات والاعياد، منهم ما هو مخدوم خدمة المعلم، كذلك مخدوم بعض الموديلات مخدومين براندا. كما كتلاحظوا معايا هاد الموديلات هم موديلات للاستفادة فقط، نتمنى ينالوا اعجابكم. اذا نبدا معكم بهاد الموديل هذا اللي هو قميص او قفطان للمناسبات، مخدوم خدمة المعلم، السفيفة والعقاد كذلك زواق المعلم. هادو قميصات اللي مخدومين بخدمة خفيفة بالسفيفة رقيقة والعقد، قميصات خفافين نظار كذلك المناسبات. وهذا قميص ايضا قميص خفيف مخدوم نصف طوق خدمة خفيفة للمناسبات ايضا. وهنايا قفطان او لا قميص جوهرة مخدوم بسفيفة والعقد حتى القاع كما كتلاحظوا معايا بالمجدول، موديلات خفافين كيجيو رائعين كما كتلاحظوا. حاولت نجيب لكم جوهرة بعدة ألوان، هنايا تكشيطة جوهرة دوبياس بخدمة المعلم، هنايا أيضا قفيطنات أو قمايص ديال الدار نصف طوق بخدمة خفيفة خدمة المعلم، زواق المعلم كذلك سفيفة أو العقد، موديلات رائعة للإستفادة كما سبق وقلت لكم. هنايا قميصات ديال الدار مخدومين بجوهرة ديال النمر براندا نصف طوق راندا خفيفة كما كتلاحظوا معايا هاد الموديلات هادو. هنايا قميص او قفطان خفيف مخدوم بالتنبات والموزون كذلك نصف طوق بالعقيق، كيجي قميص او قفطان خفيف كما كتلاحظوا معايا. هنايا قميص ايضا او قفطان جوهرة مخدوم كذلك بخدمة حتى للقاع بالمجدول، عدة موديلات بجميع الالوان كما كتلاحظوا معايا. هنايا قميص مخدوم براندا حتى للقاع كذلك، الدورة ديال العنق ايضا براندا والكمام. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتاخذوا منه افكار بالنسبة اللي بغات تخدم قميص ولا قفطان جوهرة.